اكلمكم عن جهاز بلس دايف، تمام؟ اللي هو البوينتر الحديث، البوينتر اللي بيجي دبل، يعني جهازين بجهاز واحد. البوينتر اللي هو اللي اسمه بلس دايف، هو من مصنع نقطة التركي. طبعا حساسيته جدا عالية. جهاز، هذا هو الجهاز مثل ما انتم شايفينه، جهاز حساس بيستخدم، خلينا نتكلم مو كباحث رئيسي، هذا بيستخدم كتقنية او ملحق مساعد مع الجهاز اللي انت بتستعمله في عملية التنقيب. بيتميز بحساسيته اللي جدا جدا عالية. طبعا جهاز ما في شرح، استخدامه جدا بسيط، لكن الفكرة انه جهاز صغير لكن التقنية اللي يشتغل فيها احدث من، خلينا نتكلم، 25% من الاجهزة الموجودة في السوق اللي تشتغل بتقنية الفي ار اف، الفي ار اف فريكونسي. هذا بيشتغل بالنظام النبضي اللي هو البلس اندكشن، تمام؟ طبعا هذه الكرتون وهذه حقيقة الجهاز بشكل سريع، تمام؟ طبعا حاطين لنا هون انه الجهاز ووتر بروف، تشتغل في داخل الماء، تقنية البلس اندكشن، نظام الوايرلس موجود فيه، الوضع او مود الفايبريشن اللي هو الاهتزاز في الجهاز، وعندنا إضاءة، وعندنا أنه الجهاز تقدر تشتغل فيه أعماق تحت المياه، وكل هذه الأمور، تمام؟ طبعاً الجهاز مصنع نقطة ماكرو، بيجينا بضمان لمدة سنتين، تمام؟ هذا هو الجهاز، بيجي دبل، تمام؟ مكونات حقيبة الجهاز، طبعاً بيجي عندنا هذا البروشور، وضح الاستخدام السليم للجهاز، كيف أنك تستخدم داخل الماء، كل هاي الأمور، والقطع والإكسسوارات الرئيسية. بيجي عندنا بطاقة الضمان، سيريال نمبر الجهاز، الضمان لمدة سنتين زي ما تكلمت. طبعا هذه اكسسوارات ملحقه مع الجهاز. هذا هو الجزء الثاني للجهاز، الان ان شاء الله بشرح لكم عنه. بيجي عندنا هون الشاحن للجهاز، والكفرات الحمايه للبوينتر، تمام؟ وهون بيجي عندنا اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي الميداليه اللي تعلق الاجهزه، وهذا ممكن يعني كفر او باكج للجهاز، ممكن انت تخليه على الجهاز على خصرك بهذه الطريقه زي ما تكلمت اثناء عمليه البحث، لانه هو ملحق مساعد، تمام؟ الوضع اللي بيشتغل الصراحه اللي عجبني في الجهاز انه حساسيه الجهاز كثير كثير عاليه، تمام؟ يعني اكثر ما احنا نتصور لنظام بلس اندكشن، خلينا نتكلم، تمام؟ طبعا هذا بيتشغل بهذه الطريقه، في زر تشغيل، اوكي؟ هذا طبعا هذا كفر عشان المياه. الجهاز بيجي بشحن، مو بطاريات، تشحنه شحن انت، هذا شاحن مرفق معه، وما يعني ما بياخذ جهد كهربائي جدا عالي، خلينا نتكلم انه يخلص شحنه، لا بيشتغل معك لوقت كثير ممتاز، تمام؟ حساسية الجهاز، اعطيني اي حديدة، تمام؟ حساسية الجهاز كثير عالية، تمام؟ لسه شوف هذه المسافة، لسه الجهاز بيجي، تمام؟ حساسيته كثير عالية للأهداف الصغيرة الكبيرة، هو بيستخدم كباحث، يعني بيساعدني، خلينا نتكلم للأشخاص اللي بيكون مثلا خلينا نتكلم عنده شيء معين، في اشياء مخفيه داخل التراب او شيء زي هيك، ممكن انه هذا الجهاز يساعده، تمام؟ حساسيه الجهاز جدا عاليه، هذا الجزء الاول من الجهاز، تمام؟ الجزء الثاني اللي احلى لسه من هذا، انه هذا بينفك معي بهذه الطريقه، بيتركب عندي البوينتر، جسر كم تير؟ بيتركب عندي البوينتر الثاني اللي هو هذا الراس، تمام؟ اللي هي اغلب البوينترات بتيجي بهذا الشكل، تمام؟ يكون بهذه الطريقه. وبيتسكر، تمام؟ اغلب البوينترات هي بتيجي بهذه الطريقه، طبعا هو اقوى نوع بالبوينترات، بالبن بوينتر، هذا اقوى بوينتر، تمام؟ نفس الحساسيه، يعني يكون هذا باحث، وهذا ممكن يدخل معي في التراب او في طين ما في مشكله. تمام؟ فهو عباره عن دبل، هو 2 في 1، يعني في اجهزه بتيجي بهذه الطريقه، وفي اجهزه اغلب البوينترات مثلا موجود عندي هون بالخلف بوينترات ممكن تشوفوهم، جاسبر هير بليز. تمام؟ هي كلياتها بتيجي بهذا الشكل، هذه البوينترات بتيجي بهذا الشكل، هذا بيختلف انه بيجي دبل 2 في 1، تمام؟ حساسيته جدا عالية، بيشتغل داخل الماء. طبعا ما في شرح الجهاز، هذا هو بشكل بسيط، لكن هو الأجهزة اللي بنفس الفئة وهذا أقوى واحد فيهم، تمام؟ اللي هو اللي اسمه بلس دايف من مصنع نقطة التركي. طبعا جهاز يعني سعره منخفض كثير مقارنة بالأجهزة الموجودة. هذا شرح بشكل سريع للجهاز، يعطيكم العافية.